3 ايام وانتم عايشين في الظلمه ما يمشي 3 ايام وحنا عايشين في الظلمه 3 ايام وانا مسؤول واحد جا عندكم مسؤول لا والو بغينا نشوفوا عايش واحد مع من نهضروا ما خطا السي محمد العرقان وقف معانا المستشار ديالنا جا عندكم المستشار جا معانا المرشح ما شناش الشركه ديال اللي ديك جاو عندكم ما جاوش عندنا جاو عندنا والبارح قالنا ما عندناش كيفاش غنديروا لكم وكاين لاماس هنا عندنا في القصدير كاين لاماس لاماس كاين في القصدير يعني يقدر شي واحد يضرب الضو لاماس غيديرنا بحال اللي قضيت البرادعه ملي شد لاماس بحال قضيت البرادعه نفس المشكل غادي يوقع لنا في الشحاوط هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شفت فيها مرحبا بكم في هذا البث المباشر العاجل مباشره من مدينه المحمديه فالسؤال المطروح فينكم اليداك ما فهمتش انا 3 ايام وهاد الناس هادو مريحين لا ضو لا والو يعني كنشوفوا ان الناس مضوين بالشمع الاخوان هاد المراه هادي مسكينه يعني ولات خايفه انها تخرج ولات معرضه للكريساج ولات خايفه ان يدخل عليها شي واحد علاش حد الضو ما كاينش المهم تي السلام عليكم انت السلام ورحمه الله كيفاش تقطع الحامض خمس كل شيء لا 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 هاد الشيء كي غندير ليه دابا فين غندي فين غندي كنشري فين غدي هما عندكش هذا هو المشكل انت دابا كتشري داك الشيء اللي قسم لك ديري في ثلاجك باش تنعم به كيجوا هما كيقطعوا عليك الضو ما كيسولوش فيك سوا عندك ولا ما عندكش شكون عندك ولا ما يكونش عندك شغلك هذاك شغلك هذاك موتيتي كاع الله ينصر سيدنا شحال الوقت ما تمشي عايش وسط الظلمه هذه ولا الحاله هذه 3 ايام غدا 4 ايام 3 ايام خضار 4 ايام الى عاش هو عاف الظلمه ما عرفتش غايدير يعيش هو كيعيشين حنا هاد المسؤولين يعيشوا كيعيشين حنا كيعيش درويش يعيشوا كيعيش درويش العيش اللي عايشين نتوما مولتي وضحي لي عايشين قام مقموعين عايشين في القمع عايشين في الحقره عايشين في بزاف د الحوايج مهمشين ما كيعرفوا كاين ولا ما كايناش ما يعرفوك لا متي ولا ما متيش ما لا بغيت تعيط على شي واحد ما يجيكش مات شي واحد ما يوصلوش مرض شي واحد ما يوصلوش اي حاجه ما كتوصلكش علاش علما نحنا مالنا ما حناش دم ولا حنا دم تحنا ولحم تحنا انسان راه بحالنا بحالهم تعيط على شي واحد ما يجيكش راه كيف كيف سمعتي راه بحال بحال اي حاجه ما كيف كيف حتى حاجه ما كتوصل راه والو راه حتى حاجه اللي غتوصلنا هنا ولا غنعيطوا على شي واحد نقولوا لي انا وجي عندي ما كيتسوقكش يعني انت مسؤول ما جا قال لكم تسالوا معايا كيجينا حتى واحد ولا يسولك ولا يحاشي ولا كاع ولا يقول لك غتعاني ماركه فلانه كتنعسي من الظلام شو الشمعه لا هاد الشمعه دابا الا كان هاد الري صغير غادي يشد قلبها تجي تسخري لا العنوت جي تبقى شاعل فيك العافيه يعني وعايشين معاك دراري صغار المهم هما جوج عايشين حدايا هذا دابا هاد الدري هذا ما غاديش يقلبها يشعل العافيه في دارهم والدراري ما غيحفظوا ما غيقراوا ما غادي يحفظوا ما غادي يقراوا يقراوا ويقراوا عمالين المسؤولين ماما الدرويش ما يقراش الدرويش الله يلعبو الدرويش ضاع مشى مشى الدرويش مكري ما بقى دابا لا درويش لا والو باقين اللي عايشين اللي هما واقفين ومسؤولين وعدهم عايشين هذوك ما ولد درويش ما يعيش تي درويشه ما تعيشيش لا بحال هادشي انا دخلنا عليك بالله ملي نعود نشري انا كنخدم عليه ونجيبه وديري في الثلاجه ما تنعميه غير تاكليه ملي كتلقاي راسك في الثلاجه لا حتى في الزباله شنو كاين شنو كاين شنو غنستافد انا منه حاولوا تواصلوا مع النازل اللي ديك يجيو يصوبوه حاولنا تحاورنا معاهم صيفطوا ليهم قال لك المسؤوليه تهزوها نتوما سيرو جيبو تريسيان هاد تريسيان اي تريسيان كيبغي يجي كيقول لك انا ما مسؤولش عليكم انا لا طرات لي شي حاجه ما مسؤولش انا تسالوني انا ناخذ مسؤوليه انا على راسي ولا مات هو هاد التريسيان شنو ولا مات هاد السيد لا لاقى الخيوط مع خيط وصدق طايح من السما للارض ليدي كاش كدير ما تحاسبوناش على الفلوس ناري غتعطونا رزقنا غتاخذوا رزقكم ما تعطونا رزقنا حنا نستافدوا غتاخذ رزقك اولد الناس رزقك تسالي واخا المهم شي بزاف ديال الناس غيتسالوا غيقول لك حق علاش قطعوا لك الضو واش ما خلصتيش ولا واش ما دايراش واش ما خلصتش الضو ولا شنو؟ حنا كلشي النص مخلص والنص ما مخلصش لا انت دو على راسك انت اللي كدوي دابا انا مره كنخلص انا ما عديش ما عديش انا باش نخلص كلشي الناس كيخلصنا راه ما قلتليش نخليش الاولاد ها ولدي هذا راه حدايا ها هو والدتي ما خداماش انا كنطلاوط انا كنطلاوط باش نخلص على المسؤول ما يسولش على اللي ما عندوش ها يسول على ما عندوش يجي عندك يدق لك بابك واكل ولا ما واكلاش ولا عندك ولا ما عندكش ها
علاش نتايا غادي ديري انا تحرجني؟ لا ما صابش لكم الضو، علاش ما صابش لينا الضو؟ من حقه؟ علاش نهار اللي كانت انتخابات وكنتي تجري معانا هنا؟ كنا زوينين، كنا ديك الساعة زوينين، غندير لكم وغنفعل لكم وغنترك لكم وهادي، ملي شديتيها في يدك قلبتي علينا الكبوط، محشوماش، واني راه كل واحد كيتسال حقه عند الله. حقروكم ومشي. حقرونا راه ماشي حقرونا، راه رانا في كروشهم، ولاد الشحاوطة دراوش، وبنات الشحاوطة دراوش، وناس الشحاوطة دراوش، إلا كون كانوا طاحوا في شي، إلا كون كانت الشحاوطة ناسها واصين واقفين، ما يبقاوش هما الآخرين، ما يبقاوش هما الآخرين في الاستفادة. كون مشاو قبل شانطي جديد، كون مشاو قبل البرادة، كون مشاو قبل المسيرة، واني فيها الحقرة. شكون حاقركم؟ حاقرنا كلشي حاقرنا. اللي ما حاقرناش الله تبارك وتعالى وسيدنا، الله ينصره. الله يخليه لينا، الله يطول عمره، الله يعطيه الشيفة. من عندي أنا. واللي كاين. ماشي الآخر اللي باغي ما ياكل ويشرب فيك. وانت عاد ماك واقف. ممشي. بغيت نعرف الإحساس ديالك ومشيت 3 أيام لا ضو ولا ما. والو، لا ضو ولا والو. وكا غادي دير؟ غطيح كل بطانة. ملي ما غتلقى والو ما غتلقى باش ضوي غطيح كل بطانة. غتجيب شي مع ضوي ضوي لداك على الناس. والمشكلة حتى الشفارة ولا شي دخول يقدر يدخل. الشفارة لا خرجتي برا وراجل ضربات القزيرة لعينو مسكين عينو من فوقها قداش. ضربات القزيرة وطاح في قادو سعي. سير خرج الزنقة لهذا السي دابا. ونخرج انا الحانت تم جاي واحد بجن ويعطي يقزرني تم هذا الباب. شكون غادي يعقل عليا؟ غادي يعقل عليا شي واحد؟ غنطي عيطو وي وي وديو هاد السبيطار يلوحوك السبيطار ما تي يدك بقيتي يدك. كيما كتجيش على بلاص ما كتجيش عندك. ما تجي على بلاص لا تما ليها ما كيجيوش والمسؤولين ما كيجيوش. واش واحد كتعيط عليك كتقول له ودي فلان راه كان الماس كاين هنا في الشحاوطة. واش الماس عندكم في القصدير دابا انتوما يا خويا شو 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 شو. ولا ماس كاين في القصدير. يلا لا ماس كاين قال لك شد في القصدير يشدك الضو. شد في روبيني يشدك الضو. وما يجيش يسحب لي يديك. بغيت حافينا حتى بالفلوس ما كان ما كان ما كنخلصوش. حاول تدو معاهم تقول لهم راه ما عندناش. ما عندناش شكون اللي عارفك؟ شكون اللي عارفك؟ شكون اللي حاسبك؟ شغلك هذاك موت. ملي كيتحمل مسؤوليه يحيد هو من داره ويتحملها لواحد تريسيان ويقول لي سير جيبوا تريسيان يصاوب لكم. ايوا هاد تريسيان لا قال لنا شي خيوط ما لايقينش ولا ضربوا الضو مسكين طاح. شكون اللي غيتحمل المسؤوليه انا؟ شكون اللي غيتحمل المسؤوليه؟ هذيك الساعه غادي يبانوا هما معانا اللي كيبانوا ملي كتكون الجناوه ويضربوا شي ضرب شي ولقات شي قتل شي. دابا شكون مات شي واحد عرفتي الفوق غتلقى مطبخه. وإلا كنتي انت باغي تدوي على حقك، حقك عند الله، حقنا عند الله، شتي حقنا عند الله. مول العبد ما غادي يعطيك والو، إلا عطاك غادي يعطيك سمو. سمعتي إلا عطاك شي حاجه غادي يسمو، وإلا بانتك ما رحمكش. وحنا كنطلبوا ما رحمنا حتى واحد، حتى واحد ما رحم. حنا حقرونا، حنا محقورين، حنا البلاد مهمشة. كيفاش مهمشة؟ مهمشة من جهة القوادس، مهمشة من جهة الضو، مهمشة من جهة الحقرة، مهمشة بزاف الحوايج. شتي عايشين وسط الواد الحارم. اه راه الواد، راه الواد حاجة الطواليط، راه الواد، الواد راه تشاد من لي تال تحت، إلا ما كانوش عندك العينين طيح فيه، كان عندك دري صغير يطيح فيه. إي والله وكي غادي تعيش هنا يلاه وريني، يلا دي عيشة هادي. انا بغيتها ليهم اللي كيطلب خو شي حاجه تجي. انا بغيت لهم بحال هكا يشدوا واش معاه ويحطوا في دارو ويقدروا يعيشوا هاد العيشه هما. ما يقدوش حيت عندهم واش هما يقدروا يعيشوا في الظلمه نهار واحد. ما يقدوش. بغيت لهم العيشه ديال الاخره. بغيت لهم هنا بغيت لهم الظلم ديال الاخره اللي كيعقر خو. شي الظلم شي الظلم. انا بغيت وري في الاخره اللي كيعقر خو. واش غير نتي بوحدك ولا كاين ناس اخرين برا باغيين يهضروا شابة؟ كلهم الناس باغيين يهضروا. نشوفوا هاد الناس اخويا قاعد معايا. عايش معايا ممشي خليك معايا. شد لي اولي وكا عافا خلي عندك شي حاجه عافا. فبقاو معنا الاخوان. سير معاك سير. اجي معايا ممشي اش. هاكين قال لك شي وحدين اخرين باغيين يهضروا؟ شكون اخويا باغي يهضر شكون؟ انا معاك انت انا معاك. شريف السلام عليكم. واش انت شريف قاطع لكم الضوء؟ معلوم اخويا قاطع لنا الضوء. شحال من الوقت دابا اخويا وانتم عايشين دابا؟ واه اش غنقول لك راه يومين دابا.
وديك النهار هذوك الناس اللي جاوا ديالو ديك يعني تقنيين جاوا يصوبوا، ما عرفنا واش جاوا صوبوا ولا خسروا. شي دابا واحد حدا يعدو الضو وانا ما عنديش، علاش؟ شي يعدو الضو وشي ما عندوش، واش هذوك الناس اش كانوا يديروا ديك النهار التريساني اللي جاوا؟ واخا الناس يقولوا واش انتم مخلصين الضو ولا قطعوا لكم حيت ما خلصتوش؟ يا سيدي شوف، ما قاطعينش الضو على اساس ما كاينش خلاص، ما كاينين ما قاطعينوش على اساس الخلاص. هذا عطاب ولكن هذوك الناس ولكن دوك الناس اللي جاوا يصلحوا ديك النهار تقنيين على حسب اللي ديك عدم التقنيه ما 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 دارش خدمتهم. شي يعني عطاب تقنيه يقول لي اي عدم التقنيه. ها نعم عدم التقنيه وكيحملوا هكا. رسالتك الناس المسؤولين الشريفه كانوا كيجاوبوا كان غادي عندك رسالتي الناس المسؤولين خاصهم يدوها في هذه الفئه ديال الناس اللي هما ساكنين في هذه المباني العشوائيه. شنو هو التهميش اللي عايشينه في الدوار هذا الشريف؟ تهميش اخويا هاد الناس قري 60 سنه وهنا الناس حنايا كيجيو كل نهار كيجيو هذا احصاء هذا كذا هذا كذا واليوم باقي ما كاين حتى شي حاجه والو والناس عايشه في هو اسمه الناس اخويا عايشين في واحد الهمشيه. نشوفوا معنا الاخوان الناس عايشين وسط القادوز الواد الحار على ديورهم. الناس اخويا عايشين في واحد الهمشيه اللي ما كتصورش، حتى كتشوف كل شيء على عينك. ولكن اول مره بعدا هاد الناس علاش يتقطع عليهم الضوء؟ علاش؟ واش هاد الناس ما حاسينش بشر؟ راهم كل شيء بشر بحالنا بحال جميع الناس. كل واحد خصو يعطيه. حقروكم هاد الناس هادو. امروا لله سبحانه وتعالى، عند الله ما كانت حقروش. واش الناس يقدروا يعيشوا في الظلمه ولا نص نهار شريف؟ شوف اخويا خاص الانسان ما تيجرب عاد يعرف. ملي الانسان ما مجربش راه ما يعرفش. ولكن اللي عاش هاد الوضعيه راه غادي يعرف بحقها. الله يدير لكم الشو ديال الخير. هادشي اللي كاين. استاذي السلام عليكم. وعليكم السلام. انا غنسولك سؤال واحد. نعم سيدي. اش بان لك في هاد الفضيحه؟ هذا ساكن من ساكنه دوار الشحاوطه. هاد الناس الى لا مستجيب من عدد الناس بالنسبه للضوء كتشيام وانتم في الظلمه. كاين ناس هنا كبار اللي عندهم ادويه في الثلاجه خسرت ليهم، الناس كاين اللي خايد 400 ديال الدجاج تقسم على سيمانه خسرت ليه، وهاد الناس ديال العماله المحمديه المسؤولين لا بالنسبه للرئيس ولا بالنسبه للاعضاء لا مستجيب، والسلطات المحليه ما معترفاش بهاد الدوار ولا ما نعرف. الناس هنا واقفين لا من لا اللي جا عندهم حتى واحد ما جا عندهم. المدير ديال ليدي كيقول لهم انتم انكم خاصكم انتم اللي تشوصوا الضوء في ديوركم. واش حنا عندنا مشكل في الدور؟ لا غير اسمح لي انا متفق معاه نقولوا ان هذا السيد هذا عنده الحق. انت ماشي الانتريسيان طلعتي باغي تصوب الضوء ضربك الضوء متي، شكون غيتحمل المسؤوليه؟ كيتحملها كيتحملها راه كيتحملها لراسو. الدوله ديما هربان اللور. هاد الشركه حنايا كتخلص، كاين الناس اللي بعد الناس ما كتخلصش، انا كنخلص. لا مستجيب، قاطعين عليا الضو. علاش خلص وقاطعين عليك الضو؟ خلص الضو دابا مقطوع عليا انا الضو، ثلاث ايام هاد ولادي فاش غيقراو؟ حاولت تتواصل مع الناس اللي ذاك. تواصل مع المستشار. اش قالوا ليه؟ اش قالوا ليه؟ لا مستجيب. والو. لا مستجيب. هاد الناس هما حد هما عايشين في الرفاهيه. حنا عايشين وسط هاد الخرب كما كنقولوا في العصور البدائيه. حنا ما عندنا ما كلاسيينش حنا في هاد الدوله كاع. شنو ذنب السيدة اللي تعيش في الظلمه يا شريف؟ اشنو ذنبها وهاد الابناء اللي هما صغار اللي اقل كيقراو مساكن امه ولكن نقولوا ان هذه غير مثال ديال مرا كبيره، يعني مرا كبيره مضويه بالشمع، مرا كبيره كتخرج تتحدى في الظلمه. 80 سنه مسكين باش يخرج للطواليت كي غيدير؟ هادي شوف كي غيدير هاد السيد هذا؟ واش الشمعه ما بقاش؟ واش العيش في كاين الناس اللي شاريه طرو ديال نص طرو الزيت باش يطيب العشاء ولا كيطوي به؟ واش حنا في العصور البدائيه؟ راه لا يعقل. واش هاد الناس ما كيحسوش؟ واش هاد الناس باغيين يديروها في جيوبهم؟ راه باص هذا لا. رسالتك الناس المسؤولين اخر الناس المسؤولين وشوفوا شويه في هاد المواطنين، شوفوا شويه في هاد المواطنين، هاد الرئيس ديال المجلس وهاد البرلماني واش ما كيحش بهاد الناس؟ ما عارفهمش كيقلب على راسه واخوانه. خلي هاد الناس ما ياكلوا، خليهم فين يعيشوا. راه لا اللهم ان هذا منكر. بارك عليك بارك عليك، راه كل شيء راه ريحتك عطات. وهذا الحزب ديالك لا انت ولا حزب اشرار، ما هو حتى حزب احرار. حزب احرار لا داعي 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 لا ليس لا داعي داعي هذا حزب اشرار هذا. شوف حنا اللي عندنا على الضو رجع، حنا بغينا الضو رجع، بغينا الضو رجع ولكن لا مستجيب. شكون غيوقف معاك؟ يرجع لك الضو ولو تموت هنا. ما كاينش نفكر فيك، لا يعقل.
انا اللهم ان هذا منكر هذا، واش هادو هذا الشعب، هذا الشعب واش حاسب هذا الشعب كالت ولا شو؟ شوف اسيدي، واش هاد الناس هاد الضو هذا، واخا كاع الناس كيتسالى الضو نهار تكون استفاده او شي حاجه غيسمحوا فيه، راه لما خلصوش الناس ما ياخذوش بعدا الاستفاده، اي هادي الا ياخذك فيها حق شك، فهمتي؟ هادشي اللي كانت استفاده قول لي، يعني ما كاين استفاده ما غتسمع، ما خلصش الضو ما غتستافدش، خلص غير تخلص ولا كيسالوا من اللي كيسالوا. قول لي قول لي الحاج، من هذا المنبر، اسمع لي خذ راحتك اخويا، من هذا المنبر كنوجه دعوه على دا عندك الاسماء اسميات، لا السيد الرئيس مجلس البلدي والبرلماني على المحمديه اللي عطاتك هاد الدوار، عطاك 1200 ديال الصوت، 1200 راه ما ساهلاش، 1200 واحد، 1200 واحد اللي تعطات اللي صوتوا عليه، واو واو واو، ولا منفكر فيهم، واش انت باغي على الاصوات ما باغيش تشوف فيهم؟ واش النهار اللي بغيتيهم جيتي عندهم هنا كطلب راه حشومه عار، وانت دابا داعس عايش الرفاهيه وهما عايشين ولادهم في الخنز وفي الضو ما عندهمش، واش انت كتفكر ولا ما كتفكرش؟ عايشين وسط من الخنز يا شريف، وسط الخنز وفي وسط القواد خانزين ولا ضو، واش الراجل هنا ما يقدش مسكين يدوز تفق قادوس يهرس رجلو، واحد ضارب دابا عينه دابا راه هبطناه للسبيطار وجبناه في الدار والداخل، مسكين غادي كيقفقف في دارو ولا يعقل، اللهم ان هذا منكر. بغيت نسولك اش اسمك الله بعدا؟ السيد عبد الرحيم. السي عبد الرحيم، بغيت نسولك انا، واش هاد الناس المسؤولين يقدروا يعيشوا ساعة في هاد البلاصة هادي؟ ما يعيشوا ولو دقيقتين، انا ما تنقولش لك ساعة، دقيقتين في هاد الحالة هادي. دخل ولادهم دقيقتين ما كنقولش. ما يدوز ولده غير ما يضرب دورة في البلاصة. ما يقدرش. ما يقدرش، انه كيقول لك انا اوباش. اوباش حنا محسوبين اوباش. حاشا. لا محسوبين اوباش. راه محسوبين كاع في الصح. اوباش حنا. ما معترفينش بهاد الناس. معترفينش. ولد ولا داز من هنا يقول لي لا الحدي عادي وكا، بحال حنا ما عرفت فينا الكريب كيما بهذا المفهوم الدارجي. ما يقدرش يدخلوا هنايا. وهاد الولاد عندنا حنايا واش يموتوا؟ ما فهمتش وما يقراوش. ما فهمتش، واش انتم تقروا ولادكم؟ حنا بغينا هاد ولادنا هو اضرابات، وبغينا نقروا مع في ديورنا، ما كاين لا ضو ولا والو. باش نقري هذا الولد عندي انا باش. المشكل بغا السكر كيدوك الانسولين كيديرها في الثلاجه تا هو غادي. احنا النص هنايا عندنا هنايا النص اكثر من 50% كيدوك الانسولين. باغي يخدم تليفون اكثر من 50%. انت شاجاك التليفون اش غدير؟ انا ما بقاش كنفكر في التليفون هنا وما غنعيطش على وزير الداخليه يحضر عندي. انا كنفكر في الدواء الوالديه اللي في الثلاجه. كنفكر في ولادي اللي خصهم يقراو. هما اللي كنفكر فيهم. شي يحفظ على الشمعه خصو. علاش انا واش انا غنشري الشمعه تا الوزير ديال الشمعه حبسوه. واش انا نصطرو ديال الزيت باش نطيب الجبيضات انا وليت نضوي بيه؟ راه الله يعقل. الشمعة راه تتباع ب 40 ريال. الناس انا الاول البارح كيقلبوا على الشمعة غاديين ضاربين 30 كيلومتر للكازا باش يجيبوا الشمعة لولادو. ها؟ ولا يشري هو نصطرو الزيت داير 300 ريال هو يكبوا ولا باش يضوي به ربع ساعة. واللي ما عندوش الشريف. يموت. هادو ما حالي راه كيقول لك هما موت. شكون دافي؟ موت انت. حتى الله يدي شكون دافي؟ ولا كيقول لك سير قلب انا 500 درهم باش عطوها لي انا اش غادي دير بها انا؟ سير كولها. ما تعطينو ما تعطوناش. جا عندكم جا عندكم القايد اللي مكلف بالبلاصه هذه جا شاف. لا مستجيب. والو. لا مستجيب. لا مستجيب. العوان. العوان راه محاضرين على برا. صافي هو عوان السلطه جاو عندنا. عوان السلطه راه محاضرين على برا. صافي سالينا. هادشي اللي كاين. بعد ما يديروا. وحنا دابا لحد الساعه راه كنقول لهم حاضرين في 9 الليل. 9 الليل راه غنحضروا لتحت. العمالة تا هما يفيقوا معانا. هادشي اللي كاين. شحال تشوفوا من الاسر مضروره هنا ما عندكمش الضوء الشريف شحال؟ لحد الساعه كاين اكثر من 30 براكه ما مضوياش. 30 براكه بلا ضوء. 30 براكه ما مضوياش. وكل براكه كاين اللي فيها اربعه ديال العائلات. أربعة ديال العائلات، اللي كل عائلة لحسبتي لها فرضين وحسب مع راسك. 30 عائلة 4 فوا 30 راه شوش غاتعطيك؟ راه أنا مابقاش قاري ومابقاش عارف شكنقول كاع. فين غيعيشوا هاد الناس؟ ها؟ فين غيعيشوا هاد الناس؟ أنا عندي واحد 400 ديال اللحم في الثلاجة بغيت نوكل ولادنا ما قادي ما نوكلوا، صافي حبس. جايبة واحد 1000 ريال ديال الخضرة راه مشات خسرت. خسرات مشات. والخضرة علاش؟ وماشي غا 1000 ريال راه اش كندير مع لفتة أنا؟ راه كندير مع لفتة وخا يزوا. اللي كدير لهم صافي لا اقل ولا اكثر وبلا ما يحاولوا يجبدوا منا شي حوايج وصبح لي الله الا سمعت الا وصلت واحد صافي تبارك الله لا يطاق يعني كما كتشوفوا معنا المهم شي كلمه اخيره الناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوا اخيره هما يجي يصابوا لنا الضو هذه هي الاخيره معاهم يعني قلتوا ان 9 الليل ما داروش الشيء وما يجي لا ما يجي رجعش الضو غادي يجوا صحه غادي يجوا ديك الساعه بز منهم سمعتي راه غدار غترجع وغادي يشوفوا اللي كاين من حيتاش حنا صيفطنا ليهم صيفطنا ليهم سلميين صيفطنا لهاد الناس باش يجاوبونا جواب زوين واني ما بغاوش ما
ما بغاوش، اش غنديروا لهم؟ ما مسوقيناش، حنا كون كانوا ما دايرينا في البال، هو هذا اللي شد منا الاصوات ديالنا، كون كان دايرنا في البال، وهلي، كون هذيك الساعة ملي عيطنا عليه يجي. قدرنا كما قدرنا. ها، كما قدرناه وشاو عيطنا عليه، يجي عندنا. حنا ما شفنا، شوف، ما شفنا غير هذا السيد هذا هو النائب. هذا اللي واقف معنا. الله يحفظك المنشأة، ناخذ عندك الكلمة. ما شفنا غير هذا السيد هذا، هو النائب ديال هنايا، الناس مصوتين عليه، هو النائب ديال هنا، ولكن شكون اللي معاه؟ شكون الناس اللي غيجيو يوقفوا معاه؟ واخا أخي السلام عليكم. انت كمستشار جماعي اللي شاد هاد البلاصه هادي ومحسوبه عليك هاد البلاصه هادي، ماشي مناضل، ماشي مستشار، يعني مناضل. بغيت نعرف اخويا واش تواصلتي مع شي مسؤول؟ اخويا تواصلنا معاهم، قال لك سير جيب ليدي، قال لك سير جيب تريسيان انت يصاوب المشكل. واش هي ليدي كتهرب من المسؤوليه ومشي انا نجيب تريسيان يصاوب؟ لا ماتشي واحد، شكون يتحمل المسؤوليه ديالو؟ تحمل انا؟ واش يتحملوا هاد الناس؟ الاسره ما كيتحملوش تريسيان. هذيك النهار في البراد عامات جوج، هذيك النهار في البراد عامات جوج، انا غتموت 100 ولا 200. هذيك الساعة قال لي يجيو، كنتصلوا ما كيجاوبنا حتى شي واحد، جا عندنا عاون السلطة، ولكن عاون السلطة مسكينة شنو بيدو؟ وبين الناس المسؤولين كيدفعوا لنا التليفون، كنصونهم كيدفعوا لنا التليفونات. راه دابا غنديروا واحد المظاهرة سلمية 9 الليل، لا ما ضونيش راه غنخرجوا. راه عينا ما نحبسوا في هاد الناس 3 ايام وانا واقف. كما ديك كما ذاك العام. وزيدوا ثاني الناس مضرورة، الناس كتشوف المعيشة كيفاش دايرة. والمدرسة ولادهم ما كيقراوش، وتزيد ثاني تأثر عليه ثاني بالضو. اش باغيين هاد الناس؟ باغيين نفاجروا واش باغي ديروا لهم؟ سيدنا واصل، شوف فين مشى مسكين، كيجيب مشاريع وهما كيجروا اللور، هو غادي ب 1000 في السرعة وهما غادي ب 10. ما 10 ما كايناش، حتى 10 ما كايناش، راه حشومة عليهم وجايب كلشي كاين. واحد ولا موحد، السلطات كيتهربوا، مسؤولين كيتهربوا، هاد المواطن فين غيمشي مساكن؟ فين غيعطي راسه؟ يمشي ينطاح، يمشي يعطي راسه للسكة. ولادو الناس كيقروا، ولادهم ما كيقروش في المدرسة، كيصبروا بالتليفون، كيلاهي بالتليفون مسكين. دابا مشى يلاهي باش يحط لي شمعة، يحرقوا درب، اش غنديروا؟ والله يدير الشاول ديال الخير كما كتشوفوا معنا اخويا. كنتمناو من هاد الناس، حنا ما غنتنازلوش، راه نهبطوا العمالة ديريك، راه مظاهرة سلمية. حنا الناس ديال الشحاوطة ما كيديروش فوضى، الناس ديال الشحاوطة ما كيديروش فوضى، فيها الناس قاريين وفيها الناس واعيين، ما كيديروش فوضى، ولكن الله يجيب لي فهمنا. فكنتمناو من الناس المسؤولين ديال اللي دار انهم يدخلوا على الخط ويلبيو النداء لهاد الناس هادو، حتى الضو مقطوع عليهم لمده 3 ايام، والناس مساكنه يعني كاين اللي خسرت لهم الخضره. احنا دخلنا للدار عند السيده مسكينه، يعني الخضره مشات، الديسير مشى، دانون مشى، فالله يعوض الناس، الله يديرهم شاوي ديال الخير. الى ولا مشاهدي قناه شعب، قناه شفت فيك شباب هذا القدر.